الرحمن الرحيم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتقدم إلى كل سكان ولاية بازا ونقول لهم صحة عيدهم وجميع الشعب الجزائري. فيما يخص تحضير لهذا العيد المبارك، قامت شركة سير باتخاذ جملة من التدابير، ثم يخفلكمش باللي هذه المناسبة دي يكون فيها استهلاك كمية كبيرة تاع المياه الشرب واللي تتضاعف في صبيحة هذا اليوم. شركة سير قمنا بتكوين خلية متابعة منذ أسبوع تقريبا، وهذه الخلية من مهامها السهر على ملء الخزانات عبر كامل تراب الولاية، لأنه بما أنه يكون استهلاك كبير للمياه الشرب في هذه الصبيحة، نحن لازم يكون الخزانات تاعنا عبر كامل تراب الولاية مملوءة، بالإضافة إلى الإنتاج اليومي. وين هذا باش نقدروا نلبيو لو بيك دو كونسوماسيون نهار صبيحه العيد باذن الله. هذه الخليه اللي نصبت لمتابعه ملء الخزانات راح تكون صبيحه يوم العيد مجنده منذ الخامسه صباحا، وراح تسهر على التزويد بالمياه الشرب عبر كامل تراب الولايه، وهذا بالاستعانه بمركز تحكم عن بعد، وين راح تكون عندنا المعلومات انيه تلحق في وقتها عبر مركز التحكم عن بعد، ولا عبر الفرق اللي راهي مجنده للتدخل في الوقت اللازم اذا كان هناك عطب يصيب قناه رئيسيه ولا قناه ثانويه ولا محطه ضخ، وين يكون التدخل في الوقت اللازم، وين نعاودوا نصلحوه وتكون ريتابليسمون دو لا سيتوياسيون ان شاء الله، ويلحق الماء الشرب للمواطن ان شاء الله صباح العيد. ناشد المواطن ان شاء الله باش في ترشيد استهلاك المياه صبيحه يوم العيد، مع معناها ما تكونش تبذير، لانه ما نقوش كلش، حتى الساحات نقوهم بالماء، نستهلكوا غير واش لازم ان شاء الله، باش تكون تزويد كافه المواطنين ان شاء الله، والخزانات تاعنا ان شاء الله يكفوا باش نزودوا كامل مواطنين ولايه تيبازا. نقطة ثالثة اللي هي شبكة الصرف الصحي. ما يخفلكمش باللي في عيد الأضحى الميزة تاعو يكونوا بزاف هناك فضلات، وين نشدوا المواطنين وين ما يرموش هذه الفضلات في البالوعات، مما يؤدي إلى انسداد في شبكة الصرف الصحي، ويؤدي كذلك إلى تدفق المياه القذرة في الأحياء والدواور. دونك الفضلات هذه الناتجة عن عملية الذبح إن شاء الله نحطوها في الأماكن المخصصة لها، باش إن شاء الله ما يكونش هناك انسداد في قنوات الصرف الصحي. وصحة عيدكم أونكور أون فوا، وبارك الله فيكم.